واي نادي اخر. هذا هو الفارق الاداري، الاداري تحديدا ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر، مش في مصر بس، ولكن من وجهه نظري هو في القاره الافريقيه، لان النادي الاهلي هو البطل افريقيا لمده سنتين متتاليتين، هو البطل محليا لمده شوف كام سنه بقى متتالي، وان شاء الله ان شاء الله لن نتنازل عن الدوري رقم 43، هنفضل نحارب رياضيا لاخر نفس جوه الملعب بس، احنا بره الملعب احنا قادرين ان احنا نرد عن او اللي بيحصل بره الملعب، ولكن جوه الملعب ان شاء الله اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه، ان شاء الله اللعيبه تبقى واقفه وعارفه ان كل جمهور النادي الاهلي على الرغم من الانتصارات الكثيره جدا اللي عملها النادي الاهلي هذا الموسم، ولكن الكل ينتظر الدوري رقم 43.